والآن خوتي عندنا أي دروب آخر، إبيل دروب، نضغط هنا إبدأ هكذا، نضغط هكذا، نضم على جروب، ثم تويتر، نضغط سوي بها هكذا، هنا شو نديرو؟ هكذا تويتر جام للصفحة، ثم نعود انستغرام، نضغط ابوني، هكذا ونعود فيسبوك، نضغط هنا جام كما تلاحظوا هكذا، ثم هنا تضغط هنا هكذا متابعة، ثم هنا نعود أيضا شانل نيوز شانل أخبار القناة، انضمام، ننظم هنا أيضا، انضمام هكذا، وناقشة يعني سيف وخلاص، بعد ذلك نضغط تشيك. بعد ذلك تأتينا هذه الواجهة أخواتي، هنا ننسخ عنوان العقد، كوبي هكذا، ذكروا مليح عنوان العقد موجود، كاين بعض الأشخاص أصدقائي يقول لك العقد ربط العقد وراه، راحوا للتريسوالات نضيفوا العملة، اضغط هنا قولي مقبلوش، نديرو سمارت شحن، حتى ولو ما على بالكش وين تحطو، كي تحطو في سمارت شحن او ايثيريوم هو اوتوماتيكي، الا ما كاش ما يطلبش رابط العنوان تاع سمارت شحن ما يقبلوش، نورمال يقبل ايثيريوم او بوليغون. نرجعو للبوت تاعنا، ديرو جوان اي دروب هكذا، سيب ماي ديتاي، هنا يطلب منا اسم تيليجرام الخاص بينا، نرسلو الاسم تيليجرام، وهنا يطلب منا رابط كامل للتويتر وليس الاسم التويتر، كي تشوف هنايا هكذا فهم لي قالك اعطيني رابط تويتر كاملا، وهنا يقول لك اعطيني اسم تليجرام، اسم تليجرام دائما يبدا باروباس يوزر نايم كما تشوفوا لهنا، نجيبوا تويتر،
هكذا نضغط على الصورة تاعنا بلا ما نعاودو ندخلو نبقاو نحوسو عليه، نديرو بارتاج كوبي نضع هنا ارسال. فولو على انستغرام درنا، يطلب منا اسم الانستغرام الخاص بينا، نضغط هنا فقط يوجهنا مباشرة. نضغط على الصورة في الأسفل هنا باش نقدروا ندو نجيبو انستغرام تاعنا هنايا. هنا في الأعلى تضغط هنا فقط كوبي. أنا طلب رابط كاملا وليس الاسم، نعطيه نديله رابط كاملا كما هنا. خاوتي نسينا حاجة هنا كما تلاحظوا على الانستغرام هنايا، هنا يقول لك دير متابعة على الانستغرام، متابع وشارك 3 3 منشورات تاعنا على الانستغرام. باش نتأكدوا نديروا لهنا فقط لا نفتحوا الانستغرام الخاص بهم، الصفحة تاعهم على الانستغرام هكذا. هكذا رانا ابوني نضغط هنا لكي يعطينا الصفحة الخاصة بهم كما تلاحظوا هذه الصفحة الخاصة بهم. هنا يطلب منا الفيسبوك، نديرو له نرسل رابط الفيسبوك الخاص بينا. كان ما يعرفش كيفاش يأتي بالرابط تضغط هنا على 3 نقاط، عندما تأتي الصفحة الرئيسية الخاصة بك تضغط على 3 نقاط ثم نسخ الرابط فقط هذا ما كان، وتضع الرابط هنا. هنا ترسل لهم بي او بي سمارت شان المحفظة الخاصة بك، عنوان محفظة بينا سمارت شان كما هنا تشوفوا. نضغط بالانس ونشارك رابط الإحالة. إذا ضغطنا ويدرو 15 فيفري يتم إنزال العملة ريفيرال، ننسخ ريفيرال خاص بنا، نشارك مع الأصدقاء والسلام عليكم.